عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا حاج. ألف مبروك يا حاج. معقولة يا حاج تيجي المحل النهاردة والنهاردة فرح بنتك؟ أنا قلت عادي أشوف الطلبية جاية إمتى. أنا كلمتهم وهي في الجمرك جاية بكرة إن شاء الله. تمام. طبعا كلكم معزومين الليلة على الفرح. ألف مبروك يا حاج وربنا يتم بخير. ربنا يتم بخير يا حاج. هات القهوة بتاعتك. مساء الخير حضرتك. أهلا بيك. أنا كنت جيت واشتريت منكم الشنطة دي وبعدين بصراحة مش عاجباني، ممكن أرجعها؟ فترة قد إيه كده يعني؟ هي فترة طويلة شوية بس مش فاكرة بالظبط. معاكي إيصال الدفع؟ هو كان معايا بس يا خسارة ضاع. آسف، ما أقدرش أستلمها منك إلا بإيصال الدفع. يعني إيه ما ينفعش تستلمها مني؟ هو أنا جاي أرمي بلايا؟ بقول لك الشنطة دي شريتها منك، خدها واديني فلوس يا سيدي. في إيه يا ثروة؟ إيه الزعيق اللي عندك ده؟ أنت مزعل هانم ليه؟ خير يا هانم؟ الهانم عايزة ترجع الشنطة ديت معهاش إيصال الدفع. وريني الشنطة. آه فعلا دي شنطتنا. شفت؟ مش قلتلك؟ حاجتنا بتاعتنا في أي وقت لأنها بنت ناس ومتأصلة. خلاص خدوا حاجتكم وهاتوا فلوسي. رجع لها فلوسها. إحنا بنشتري زبون مش بنبيع شنطة. أنا متشكرة قوي يا حبيبي. على فكرة احنا جايلنا تشكيلة حلوة قوي كمان يومين، ممكن تعدي تفرجي يمكن يعجبك حاجة ان شاء الله. شكرا. ده الكارت بتاعي طبعا، فيه نمرة المحل. اتمنى اسمع صوتك عشان تبقي زبونتنا على طول. هيحصل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انستي وشرفتي.